انت ايه رايك؟ يعني دايما نكلم الستات وهم داخلين ايه الفساتين الحلوه والنيو لوك ده. انا هكلمك برضو نفس الموضوع، ايه الشياكه والبيضه للشيك؟ لا والله هي نفس البدله وهي نفس البافيون، ما تتغيرش. يعني الرجاله ما عندهمش تكاليف، مهما تغير البدله ما يحسوش انها جديده. انت المحلوه النهارده ودريس باك تحفه وما شاء الله عليكي، يعني ستايل لبناني بقى. لا انت طول عمرك زي القمر يا فوزي. البدله دي من لبنان، شكلها لبناني. لا والله من مصر، بس هي يعني تصنيع بره مصر يعني، بس انا شاريها من مصر. والشعر بقى والنيو لوك ده بتاع هنا معمول النهارده هنا في بيروت. كان بيعمل لك مسلسلك هنا في بيبو هو بيتر. هو دايما بيعمل لي شعري. هو لعبة الموت يعني هنا بيتر، في مصر زيزو طبعا، يعني على حسب، يعني على حسب. حسب انت في اي بلد. احنا كده برضو النهارده واحد كده يعني، احنا كده احنا نروح الامارات اللوك اماراتي، نيجي لبنان اللوك ماجد. يمكن انت عامل حاله من القلبان على الفيسبوك وفي مصر بنجاح الطوفان. انا بحييك وبقول لك الف مبروك النجاح، العمل الحلو، العمل الشيك، العمل اللي قدر يثبت وجوده في مش في رمضان، يعني نازل وقت بعد رمضان وبره رمضان. كان دايما يقول لك الاعمال ما بتنجحش، ومع ذلك انتوا مكسرين الدنيا. هو المسلسلات بقت بره رمضان بتعمل سيزون لوحدها، وبتبقى نسبه المشاهده اعلى بكتير، حتى المسلسلات بتعمل ريتنج اكتر. مسلسل الطوفان بالنسبه لي انا كنت رافض حكايه البطوله الجماعيه، بس اللي هو طمعني وشوقني ان انا العب الدور ده، ان انا عايز احس الشخصيه اللي لعبها الساحر الكبير رحمه الله عليه الاستاذ محمود عبد العزيز. في يوم من الايام هو اختار الشخصيه دي ولعبها، فانا حبيت احس نفس الاحساس واشوف انا، مش مقارنه بيه طبعا العفو يعني، بس هو انا عايز اروح في نفس المسار اللي هو كان بيختاره. فليه احنا دايما حتى لما بنتفرج على زمايلنا وكلنا لما بنتفرج على بعض نقول ايه، انا كان نفسي العب الدور ده. حتى دايما انا اقول انا كان نفسي العب دور مثلا شريف منير في ولاد العم. في ادوار معينه بتستهويني جدا، اقول يعني ايه انا كان نفسي العب ده، مش عشان اعمله احلى، لا احب التركيبه دي. يعني شريف كان هايل وعبقري طبعا، شريف استاذ كبير يعني. في نوعيه افلام يعني، في بعض الفنانين سالوهم ايه الادوار اللي حبيتوها نفسكم تعملوها، مثلا اللي قعدت في ناس اختارت الكيت كات، فنانين زمايل يعني، في ناس الشخصيه بتستهوى بالظبط. فانا لما لعبت الطوفان لعبت الشخصيه الرئيسيه اللي كان بيلعبها الاستاذ محمود عبد العزيز، بس هي طبعا التناول مختلف، الكاركتر مختلف، حتى الوظيفه نفسها مختلفه، العصر مختلف، كل حاجه مختلفه، ولكن هي عظم الدراما واحد، والقصه طبعا الاستاذ الكبير بشير الديك. فالحمد لله لحد النهارده الحاج خالد مخلوف عامل شغل كويس قوي مع الناس، ولسه خالد مخلوف. وطبعا مراته اللي قلبت الدنيا عبير صبري عامله شغل فظيع، وطبعا وفاء عامر عامله مكسره الدنيا. مش عايزه انسى بصراحه، كلهم مبدعين يعني. بحيي طبعا المنتجين انهم يعني جايبين الكوكبه الكبيره دي من النجوم، روجينا وزاهر وايتن عامر وهنا شيحه، مش بشرى، ناس كتير جدا وكلهم عاملين حاجات حلوة. ولكن الحالة بتاعتك هي اللي واكلة قوي مع الناس. يمكن انت لا والله كل واحد ناجح في اللاين بتاعه. الشر الغلبان ده يمكن هو عشان شخصية خالد مخلوف بتتعامل مع كل أطراف المسلسل، لكن كل شخصية في المسلسل يعني بيتعاملوا مع بعض وكل حاجة، بس هو المحرك للأحداث. فلسه لما نتابع هنفهم الشخصية دي رايحة فين، بس هي ليها بونا درامي معين، فأنا محافظ عليها على قد ما بقدر يعني الحمد لله، ويا رب تعجب الناس. من النجاح اللي بره رمضان لنجاح جديد في رمضان، والعصفورة قالت لي ان في عمل جديد اعلن، اقول ان انت عامل السيناريو بتاعه وابنك اللي القصة مش السيناريو، انا عامل القصة والسيناريو والحوار للأستاذ سامح سر الختم وأيمن حبيب، والاخراج لاحمد ماجد المصري ابني. كلها مفاجآت جامده جدا. اوكي ده اول مره والله بقول الكلام ده. ايوه لا بس ده حدث مهم جدا. والانتاج للاستاذ ممدوح شاهين، بنعمل مسلسل اسمه عشره جميله، فربنا ييسر ان شاء الله. واحنا دلوقتي في اختيار الابطال كلهم يعني، نعمل حاجه كده على مستوى عالي ان شاء الله. وانت العشره معاك جميله يا ماجد، واعتقد هنشوف عمل جديد. هنسيب ماجد النهارده هو بيتكرم من اهل لبنان اللي عشقوه في الاعمال اللبنانيه، وبقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكي. احنا النهارده التكريم بتاعي او الجائزه بتاعتي النهارده عن افضل ممثل عربي.